يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وبعد هذا فننصح إخواننا في الله في بريطانيا بأن لا يشغلوا بضعضان ولا بسرطان، وأن يقبلوا على العلم النافع على حفظ كتاب الله وعلى دراسة المصطلح ودراسة كتب السنة وعلى نعم التعلم وعلى تعلم اللغة العربية، فإن اللغة العربية قد أصبحت محاربة في بلدها، وقد قام العادل بخدمة هذا الدين. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى من العاجم، أبو داود أيضا من العاجم، الترمذي من العاجم، النسائي من العاجم، ابن ماجه من العاجم، وهكذا أيضا الدارمي، نعم سمرقندي من العاجم، فكثير من علمائنا أيضا الحاكم النيسابوري من العاجم، البيهقي من العاجم، فقد قام العاجم بخدمة هذا الدين، بخدمة حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخدمة أيضا بخدمة اللغة العربية، وبخدمة الفقه الإسلامي. وعسى أن يحقق فيكم نعم قول الله عز وجل، إذا أعرض كثير من شباب المسلمين العرب أعرضوا إلى الأغاني وإلى الكرة وإلى الألاعيب، أعرضوا عن العلم النافع، فعسى أن يتحقق فيكم قول الله عز وجل، ونعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وتكونون أنتم إن شاء الله تحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقوله سبحانه وتعالى، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وعسى أن نسمع عنكم ما تبر به أعيننا. وإنما ننصح إخواننا الأفاضل من علماء السنة أن يكثروا زيارة إخوانهم في بريطانيا وفي أمريكا وفي غيرها، ويبينوا منهج أهل السنة، والله المستعان.